شفت الرينج روفر الجديد؟ تعال اورجيك. اول شيء خلينا نستمتع. تسخين؟ اوكي تبريد. خلينا نشوف الكاميرا. مراي بالكاميرا الوسطيه حتى والبانوراما مفتوح. العزل اللي موجود بالفتحه رهيب. بس ركب الحزام. سيفتي نمبر 1. بارك الرحمن. تسارع فنان. السيارة بهذا الحجم وبنفس الوقت بهذا الوزن، والبروجيكتور طبعا اكيد مش واضح عندك بس بكون واضح عند السائق. الطارة، الجلد، شيء ثاني. نشغل خروج عن المسار مباشرة، بس مجرد انها تنحرف السيارة ترجع طل لحالها. الخشب قصة ثانية. امان كل وضعية. شاحن وايرلس. طبعا المخزن رقم 1، هذا المخزن السري للسيارة. وهنا الثلاجة الوسطية بدرجتين، مو كولا ولا بيبسي، كنزي كولا. راحة فعلا جميلة جدا. الجميل بالرنج طبعا المسندين هذا وهذا. لا إرادي في له جلسة معينة بتخليك أنت موجود في وأنت جالس بالسيارة. أهم شيء بالرنج روفر طبعا الضمان. الضمان 5 سنوات شامل من جميع دول مجلس التعامل الخليج وبالسعودية. اشتري. يعطيك العافية حبيبي، مع السلامة. الإيد تحت، أنا بفتح لك، أنا بنزل أفتح لك عشان مرة ثانية تيجي أفرجيك السيارة.